السلام عليكم. احنا كده خلصنا الحمد لله. احنا بنصور من اعلى نقطة، اعلى نقطة بس ارض يعني، بس هي اتردمت يعني بعد ما نزلناها كمان. دي كده اعلى نقطة، الرمل كان واخد القماشة المتر، واخد ال بسم الله الرحمن الرحيم النخيل، جريد النخيل المتر. كان هنا في 2 متر رمل، وبره هنا كان في 4 متر رمل. احنا شلنا من بره 4 متر رمل وعملناها مصطبة اهي عشان المعدة تشيلها بسهولة، وجوه شلنا 2 متر رمل. الرمل كان وصل انه بيعدي من فوق السور، اتحرتت، اتحطت لها الخدمة الشتوية، اتقرطت من على وش الارض. طبعا السور شرحناه قبل كده، الزاوية اللي انا فيها دي بحري غربي، عشان كده هي اعلى نقطة بحري غربي، يعني الهواء بيجي لها من البحري ومن الغربي، فعشان كده هي اعلى نقطة. الزاوية دي اعلى زاوية. احنا اخر فوق